ده، لكن مهم اسمع من حضراتكم الضوابط دي اتحطت ليه؟ الضوابط دي اتحطت ضمانا لحق المستهلك. احنا عارفين طبعا ان سلعه الزيت والسكر تحديدا سعرهم في السوق بقى اعلى بكتير جدا من السلع اللي بتصرف داخل بطاقه التموين. يعني زجاجه الزيت اللي احنا بنطلعها في بطاقه التموين 800 مللي سعرها 30 جنيه، بره في السوق بتتخطى ال 45 جنيه. ايوه. كيس السكر النهارده الكيلو اللي في بطاقه التموين ب 12 جنيه و60 قرش بيتخطى ال 20 جنيه وال 22 جنيه في السوق الحر. ايوه. فاحنا حفاظا بس على صالح المواطن بنحدد له الكميات دي عشان يقدر يستفيد باكبر فرق سعر ممكن بالنسبه للسلع دي تحديدا، ويبقى عنده كميه تكفيه في خلال الشهر. فهو ده كان الغرض من تحديد الكميات على اساس لمصلحه المواطن اولا واخيرا يعني. طيب. وكان في نفس الوقت طبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط كده ان الكميات دي كميات معقوله جدا للاستهلاك العادل بالنسبه للاسره المتوسطه في العدد، وتقدر تكفيها فعلا في خلال الشهر. طيب لو حد عايز يزود رز، يعني حد عيلة شايفة انه 2 كيلو رز بس في الشهر، مش كده يا استاذ محمد؟ في الشهر مش مكفينها، ممكن تعمل ايه؟ احنا النهارده المواطن بقى عنده جزئين في بطاقة التموين. ايوه. جزء الدعم الاساسي اللي هو المحدد لكل فرد 50 جنيه، وفي جزء ثاني اللي هو الاستبدال السلعي بتاع فرق الخبز. تمام. فرق الخبز دوت المواطن بيبقى ليه في الشهر 30 جنيه او 20 جنيه او 40 جنيه بيقدر يستبدله من عند نفس التاجر او نفس البقال بسلع حر، وممكن بياخد بسعر ايه بقى في الحاله دي؟ فرق النقاط بسعر الحر بقى، يعني في رز النهارده بقى فيه ب 20 جنيه وفيه ب 28 جنيه موجود برضه عند البقال دوت، يبقى خارج بطاقه التموينيه يقدر ياخده عن طريق الاستبدال السلعي يستكمل بيه برضه احتياجه بالنسبه للاستهلاك الشهري بتاعه. ده فيما يتعلق بالسلع اللي احنا قلناها دلوقتي، سواء بنتكلم على السكر بنتكلم يعني على الزيت. البطاقه التموينيه حضرتك فيها اكثر من 29 سلعه، بس احنا تحديدا بنحدد ثلاث اربع سلع اللي هم اكثر اهميه بالنسبه للمواطن واللي اكثر استخداما. ده اللي انا بقوله، فيما عدا ذلك مفتوح ليه ان هو ياخد. ممكن مواطن يقول انا مش محتاج ال 4 كيلو سكر، انا محتاج اثنين بس، فيقدر يستبدلهم بسلعه اخرى مثلا صلصه، شاي، منظفات، دقيق، في سلع اخرى كتير جدا. من هو داخل التموين؟ من داخل التموين وبنفس برضه اسعار مدعمه برضه. بنفس الاسعار المدعمه، يعني لو هو شايف انه 6 كيلو سكر كتير بالنسبه له في الشهر، مش مرغم انه ياخدهم، لكن هو ده الحد الاقصى للمعدل الصرف بتاعه، لكن يقدر ياخد اقل منهم لو هو احتياجه اقل، يستبدلهم بالسلع الاخرى اللي موجوده داخل معدل الدعم بتاعه. طيب. خليني أسأل حضرتك سؤال واضح. تفضل. هل في نقص في السلع على مستوى الجمهورية؟ الحمد لله، يمكن نقدر نقول إن إحنا بقالنا كذا شهر من قبل حتى دخول رمضان، السلع متوفرة بكميات كبيرة جدا. من بداية الشهر إحنا بنبتدي نضخ بالنسبة للسلع التموينية تحديدا من يوم 27 من الشهر السابق، يعني لو التموين هيصرف في يوم 1/5 من 27/4 بيبتدي المخازن بتطلع البضاعة بتاعة شهر 5 للتجار عشان يبتدي بداية الشهر والسلع موجودة عنده داخل المحل. ايوه. والاستعداد بتشتغل، احنا عندنا معدل استعداد 9 في الاسبوع. اي تاجر بيخلص الكمية اللي خدها بيقدر ياخد ويروح يعمل استعادة للسلع تاني ويدخلها تاني عنده في المحل. عنده استعادتين في خلال الاسبوع. بمعدل 8 استعادات في خلال الشهر. تمام. على اساس يبقى ضامنين ان فعلا السلع متوفرة باستمرار داخل محل بقال التموين. مخازن الجملة. ايوه. مخازن الجملة احنا عندنا شركتين اساسيتين هم اللي شغالين بالنسبة لتغذية المنافذ التموينية اللي هي شركة مصرية والشركة العامة. نعم. عندهم الرصيد كافي الحمد لله، وعندهم كميات كبيرة جدا بتبتدي توفرها في المخازن من قبل بداية الشهر.